بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
رزقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة الخاشعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وزد واغفر.